استعموا متضرري زلزال اللي استفادت من مشروع رايس. طبعا نحن كنا وقت الزلزال يعني بحالة صدمة وصابنا كتير مشاكل ووقعنا بكارثة كبيرة، يعني صابت البلد كله وصابتنا نحن. أنا كامرأة ريفية تعرضت لخسارة شغلي، خسارة بيتي أنا وولادي. طبعا كان شيء كتير صعب، وكان كتير صعب أنه نرجع نوقف على إجرينا، كان كتير صعب أنه نرجع نجدد حياتنا ونرجع نمشي وننطلق نتابع. فكنا محتارين وكان الوضع كتير صعب، لحد ما اجت كاريتاس وساعدتنا، سجلوا أسماءنا وفعلا ما طولوا علينا لحتى قدموا لنا عون وساعدونا ورجعوا لنا شغلنا. رجعوا لي تفاصيل ما كنت متوقعة أنها ترجع، كان صعب كتير أني أنا أشتغلها لحالي، كان صعب كتير أنا كأمرأة معيلة لعائلة ولثلاث أولاد، واحد بالجامعة واثنين بكالوريا، بكل هالتفاصيل هاي مع بعضها أني أرجع أنا شغل مشروعي ووقف على إجري، لحد ما أجوا على الضيعة وهني سجلوا أسماءنا وهني بادروا وقدموا لنا العون. وكان كتير لفتة حلوة وسند أخ، هذا ما يعني ما فيك تعتبري إلا أنه أخوتنا ساعدونا وقدموا لنا سند ل يرجع نوقف على إجرينا ونتابع حياتنا من جديد بكرامتنا. مع كاريتاس نحن أقوى.